بنتحمل المسؤولية ووقفنا جنب الناس دي امبارح، قسما بالله العلي العظيم ثلاثة الراجل بتاع الأكسجين نزل قال لك إن التانك فضي ما حد بلغ. مش بقول لك بصوت على أصل أنت هتسمع كلامهم هم. أصل إحنا كنا موجودين ساعة الوقعة. هو كان العذر امبارح. من غير شعلية هو عشان أبويا مات. هتقول لي على صوت أول صوتي. بص أوضح لحضرتك معلش. لا لا لا. روح يا عم. طبعا يمكن انتوا شفتوا جزء من الجولة بتاعتي داخل اقسام المستشفى المختلفة. احنا انا جاي نطمئن، معايا لجنة من مديرية الصحة متخصصة فيها فنيين اجهزة طبية، فيها فنيين صيانة شبكات غازات، فيهم اطباء علاجي بيراجعوا تذاكر الحالات وتذاكر المرضى. يعني زي ما احنا شايفين التردد الحالات على مستشفى زفتة، يعني في عدد كبير من المرضى يتردد على اقسام الاستقبال والطوارئ. معظم اقسام المستشفى خاصة الحضانات والعنايات المركزة، عناية الاطفال فيها 7 حالات، العناية المركزة فيها 9 حالات. ان انقطاع الاكسجين في المستشفى لا يمكن ان يختار حالتين فقط، والاكسجين دي شبكة عمومية واصلة لكافة المستشفى، وده ينفي ان الحالتين ماتوا بسبب نقص الاكسجين في المستشفى. ان هو لو توقف الاكسجين على هذا العدد الكبير من الحالات التي تعتمد على الاكسجين، سعادتك احنا شفنا الحالات ومرينا على الحالات جميعا، والحالات ديت موجودة من الامس ولم يحدث يعني اي مضاعفات لها، وده اهم حاجة. وكل يعني الشكر للقيادة التي تدعمنا، القيادة التنفيذية والقيادة السياسية والمجتمع المدني. وانا بنناشد المواطنين في هذه المرحلة عدم الانسياق وراء الشائعات، وعدم يعني احداث بلبلة تضرنا جميعا. ولا يوجد مشاكل بسبب انقطاع اكسجين، وهذا اكبر واقوى دليل على للرد على ما يتم تداوله على الصفحات، وهو مخالف للحقيقة تماما. كون يعني يتوفى حالتين من 144 حالة محطوطة على أكسجين لهم تشخيصات مختلفة، احنا يعني بندعو لهما بالرحمة، ويعني وبنعزي يعني أهلهما.